بمناسبة شرط الزكاة خمسة. الأول الإسلام، فإن الكافر لا تجب عليه الزكاة. الشرط الثاني الحرية، فإن العبد وما ملك لسيده. الشرط الثالث تمام الملك، فمن لم يستقر ملكه على شيء ولم يتم لا زكاة فيه. الشرط الرابع بلوغ النصاب، فمن لم يبلغ ماله نصابا فلا زكاة عليه. الشرط الخامس مضي الحول، فلا زكاة في مال حتى يبلغ الحول. استثنى من ذلك المعشرات الحبوب والثمار، فإن الله جل وعلا يقول وآتوا حقه يوم حصاده. واستثنى من ذلك الربح، فإن الربح يتبع أصله، فحوله حول أصله. استثنى من ذلك الربح، فإن الربح يتبع أصله، فحوله حول أصله.